الالعاب اللي بنشوفها مثلا الاتاري والالعاب اللي هي البلاي ستيشن والحاجات دي كلها بتلاقي فيه عنف مرعب، يعني فعلا طول الوقت الولاد بيلعبوا بالالعاب عنيفة. انا يعني في كام مرة قصدت ان انا اقعد مع ابني واشوفه بيلعب اللعب دي ازاي، يعني بيلعبوها ازاي، عندهم عادي جدا يمشوا يدمروا الدنيا جوه علشان اللعبة. نسحبهم منها لازم نوجد لهم البديل، لعبة عنيفة برضو بس في الحقيقة كاراتيه جودو أي حاجة فيها رياضة عنيفة مناسبة لسنهم كنوع من تفريغ الطاقة بيفرغ فيها الغضب. حتى البوكسينج عارفة اللي هي المخلة اللي هو دي بتفرغ الغضب جدا، بتخلي الطفل هادي ايوه فاضي خالص ما فيهوش أي مشاعر مكبوتة. فلما نعاوز نملأ يعني نسحب منه مثلا أي وسيلة إلكترونية بيتفرغ فيها، قبل ما نسحبها لازم نوجد له البديل، ونوجد له البديل الأول. يعني ما تمام، ينفعش أسحب منه الموبايل أو التابلت وهو كده يا بلاش، دي معلومة مهمة جدا، يعني قبل ما فنوجد البديل نسحب الأول نوجد بديل الأول. تمام، طب احنا ويتعود عليه مثلا رياضة جديدة يتعود عليها مرة واثنين وثلاثة، ونسحب بالتدريج تمام. زي أعراض سحب المخدر كده بالتدريج، وعلى لكن فكرة من السحب الحاجات مرة اللي واحدة بتفرق قوي برضو ان الواحد يعود الطفل بلعبة يعني يحبها، سواء بقى كاراتيه او اي العاب من الالعاب ديت، حسب الجروب وصحابه لما يبقوا مع بعض بيشجعوا بعض جدا.